هكذا تستقبل الحاجة عطاف ابنتها ناهد بعد طول انقطاع عن الزيارة بسبب الحجر الإلزامي المفروض على كبار السن في دار الرعاية. تقول ناهد إن والدتها المسنة كانت تعاني بسبب انقطاع الزيارة عنها. لبيوم كتير حسيتها تعبانة، قلت لي بس بدي شوفك، ما بدي شي منك، لا بدي أدوية، اطلع من بيتي حضر لها، هي بتحب التبولة، بتحب شغلات معينة، لفلف ليون، زبط ليون، انت لحدا من الصبايا، نحط هالكمامة، نطلع. خلونا نشوفها بس 5 دقايق، قالوا لي ما فينا، انت فوتي بدي فوت غيرك، وهذا مشان، نقول لهم مش مشان، الا حجر كرمالهم، لان احنا عم نحافظ عليهم. تتلقى غاده العنايه اللازمه وهي نزيله هذا الدار منذ 4 سنوات تقريبا، تقول انها تفهم جيدا ظروف الحجر القاسيه التي فرضت على المسنين امثالها. انا ضليت شهرين ما شفت اولادي، وانا كنت ممنونه اني ما اشوفهم، هن كانوا خليهم بحمايتهم لالهم ولاولادهم، وانا كمان الي حمايه بالدار، حسيت انه في شيء فقدته، في شيء كنت عم شوفه انا عرفتي، قل لهم بدي حدا من الاولاد. ثمة زيارات هنا من نوع اخر، فكبار السن يحتاجون احيانا الى مساحه للترفيه او لاستعاده بريق السنوات التي طوت صفحاتها في زمان ومكان لم يعد ملكهم. طبعا في ناس مشرفين على عملية امتاع المريض واسعاده وتخفيف شدة الحجر عليه، اكيد يعني خاصة انه ما عم بيشوف حدا من اهله. يعتبر المسنون اكثر شريحة اجتماعية معرضة لالتقاط عدوى فيروس كورونا، الامر الذي ادى الى فرض شروط خاصة من القائمين على دار الرعاية هنا، بدءا من تعقيم تام لكل الاقسام واجراء الفحوص الدورية. فهمنا المسنين انه لمصلحتكم نحن خايفين عليكم، ومنفهم العاطفة، بس العاطفة قد تجلب لنا مشكلة نحن بغنى عنها، وفهمنا الأهالي. طبعا البعض بيبقى جايب حاجيات لمسنه عم نخليهم يوصلون، لكن يضلوا بعيد على الأقل 2 أو 2.5 متر بعيد عنهم، والحاجيات عم نعقمها قبل ما نوصلها لصاحبها. واقع جديد فرضته جائحة كورونا على المؤسسات الاجتماعية ودور الرعاية عبر تطوير العمل الخدماتي لضمان سلامة هؤلاء النزلاء. في ظل جائحة كورونا لم تعد دور الرعاية في لبنان مكان إقامة وإيواء للمسنين وكبار السن وحتى ذوي الاحتياجات الخاصة، بل أصبحت مكان يوفر الحماية لهؤلاء من تداعيات هذا الفيروس الخطير، لا سيما على كبار السن. سحر أرناؤوط، الحرة، صيدا، جنوب لبنان.